الاثنين ديالي. السلام عليكم اخوتي المشاهدين الاعزاء الغاليين، كيبقى نتوما صحيحه، كيبقى وليداتكم، كيبقى معز عليكم. كنتمناكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا في صحه جيده يا ربي. وهذا النهار غنديروا معكم واحد الفيديو كنتمنى يعجبكم. هذا النهار نخملوا كي قال هذا غنجبدوا غير طليم طاس، راه كانوا عندنا شي ضياف. وصباح هذا النهار عاد كيخملنا صبح الدار، هذا النهار كلشي مقلب وجبدهم قدامكم. وكنتمنوا هذا الفيديو يعجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. وشكرا لكم على الكومنتات الزوينين، المشاهده زوينه، على التسولي اللي تسولوا فيا. شكرا لكم بزاف على خطاكم عليا العزاز الغاليان. ودابا مريم الكلمه ليها. السلام عليكم خوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم غنديروا معكم فيديو ديال الدار، غادي نخملوها. وتوحشت التخمله دي، مده ما خمت انا غادي نخمل. ماشي انت دابا مازال مريضه؟ العربي شد لي ستاري وانا غادي نخمل ان شاء الله. انت دابا روحك صافي، خدمتي ما خدمتيش براي ديك الساعه، زيدي تخدمي وانا نجلس شويه. دابا الحمد لله ونشكروا على اللوك، اللهم لك الحمد. السلام عليكم اخوتي المشاهدين، كي داير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. كما كتشوفوا اليوم انا غنعاون الاخت ديالي. وتحياتي لكم اخوتي المشاهدين على الوقوف ديالكم وعلى البارطاج ديالكم وعلى المشاهده ديالكم. الله ينصركم ويخلي لكم وليداتكم اخوتي المشاهدين الاعزاء، وتابعونا ان شاء الله اخوتي. انا هذا هو الشاب ديالي مسكين، فين ما كانت شي حاجه، ما كنت مريضه ما كانش يخليني كاع، تعاون الوالده في التسياق. الله يجعل ربي يسهل عليه ويعطيه ربي ما يتمنى في خاطره. الله يخلي لكم حتى انتم وليداتكم اخوتكم، وليدات راهم زوينين. يا خليني نعطي الكلمه يعني. تعطينيش حقي؟ السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين خوتنا خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. تحيه لخوتي المغاربه اينما كنتم، تحيه لكم بزاف، شكرا لكم على وقفكم. تحيه لخوتي الجزائر كذلك، حتى هما خوتي وعزاز علينا وغاليين علينا. تحيه لكم داخل الوطن وخارج الوطن، تحيه للشعوب العربيه، خوتنا في السعوديه، في الامارات، في قطر، في تونس، في البحرين، كل الشعوب العربية تحية لكم بزاف. واليوم احنا مع السي العربي ومريم ان شاء الله، والمسطر شافها واقف عليهم. انا عاد عسيني راني قايمة بالكوزينة خوتي، راكم عارفين الغدا راني طيبت الغدا، وراني غادي صيقت الكوزينة ونمشي دابا نشوف شنو ندير داك الشيء شريضة ولا اللي كان ان شاء الله. نمشي كل واحد سيدي الحويجة. وي راه الدراع ما تحكرهاش. انا عارفة الدراع بنيتي وبقاو دراع. السي العربي تبارك الله، هادشي زعما ديالو صراحة، من الصغر يعرف يلماط ويعرف يدير كلشي تبارك الله عليه. الله يسخر فيك الوليد يا رب، الله يحفظك ويحفظ أبناء المسلمين جميعا. انت دابا لالا مريم كتهز غادي خفيفين. انت تقول ما تهزيش دابا. يا هضره لا مريم شويه، ماشي غتبقى غير ساكت. اي وليد انا كنشركو معكم اخوتي المشاهدين، راه كلشي كيعرف التخمال ديال الدار، احنا كنشركو معكم. المسطر شاف؟ صافي. ايوا ياش. خصني على المسطر شاف غير شويه. ايوا راك انت الشاف، شكون الشاف؟ انا. تما هو كلشي في الدار. خطاش هنا خطانا. ايوا هانتوما مع لالا مريم ان شاء الله، حسن سالي ان شاء الله كلشي. السي العربي هو معاها تا هو، راه تبارك الله عليه. شكون كدير لالا؟ كنسحر الرياح. تحية لختي أمينة. لا
حليمة. 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 أنا السلام. كنت نسلم حليمة مع أمينة كت. تتقلم. أنا جبت لأمها. خوتي راه في قال هذا الدار. خصها تسيق الدار. أنت يا لالا. تبرد. حاد. أما الجفة ما تيبرد والو راكم عارفين. وحاقر كم. المامي تدفقي فيها ما عندناش لابون ديالها فين يمشي الماء. يا ما قلناش قلنا هذا الشهير هذا ان شاء الله. واش نديرو خوتي راكم عارفين السياق هو اللي تيبرد خلف دابا يا مريم مع هاد التلفازه حايره معاها هي والعربي الى العربي عندك كتقشروها عندك تقيسها هي اختي امينه اختي حليمه واختي عزيزه والمشاهدين كاملين اللي ما تنعرفش سمياتهم المهم هادو اللي قالين لنا السميات ديالهم واللي زعما عارفين سمياته حتى هما كلهم الى حطاهم عليا والله يكثر خيرهم والله يخلف عليهم والله يقوي الخير ديالهم والله يجيبها لهم في الميزان المقبول والله يخلي لهم وليداتهم ويخلي لهم صحيحتهم امين يا رب العالمين خوتي ودابا نتوما معنا لاله مريم وانا غادي عاوتاني ندير الشرايطه باش نعطي لوليداتي يتغداو انا جبتها لامي قربتها لها وكنتمنى كل شيء بخير شنو جبتك امي شنو هي انا نمشي نفتحها بعدا دابا التلفزيون خدامه كتستيكي عليها اه غاتهي تمسح من الغبره البارح جات اخوتي واحد العجاجه نقول لكم هذه ما عندنا الصهده الخوت عندنا الصهد بزاف ماشي غير عندنا حنا راه عند العالم كله ويلا الفاس راه كيعرفوا فاس كيفاش داير بالحراره اسمها فيها بحر فاس ومراكش وعندك مكناس هذو القرابين كلهم الريحه زوينه ايوا تنوي في حقه ضروري تكيت بشي نروي في تخلينا عاوتاني قطع راسنا عاوتاني بالله زعما ماشي خطانا سبحان الله بحال تقولي شي حاجه تا التليكوموند كيتمسح هيا راه في جهة السيجور دابا كل حاجة نعطيوها حقها الحفين ما ولا ناس ولكن اخوتي السجون هو اللي تحلى فيه غادي تحلى فيه السجون قدام الباب حاضر يعني غيانا نوض لي على السداري خسرتي لي طلميطه نوض ما تنحمش نخمل ويجلس لي شي واحد باش بقى الحاجه نقيه الله يبرد علينا وعليكم اخوتي الله يبرد علينا شنو ندير جيني ايوا طيحي انا نلتقو دار من كلشي في الزير لا حيت باش ما نقيتش خلي راه كتبرد علينا شويه نبرد اخويا وخويا باش نحطك حتى ايوا انت راه لقيتها حتى الصباح هي خدامه حداك اصاحبي حنا لقيتنا في السطح لقيتنا في السطح ونط الصباح حتى ودا الفجر عاد هوت ودارها قريبه لي سيحه راه صعيبه ايوا هانتوما معنا ان شاء الله حداك وهانتوما معنا نقول لك توحشت تخمينات حبات سياق وحبات تمشي في الماء حب ها احبك تفركي هذه مش مكنت جالسه بحالي ما جايانيش تقول لها تخمر سكينه مي ضربت تمار لا هي ولا العربي انتوا كتشوفوا لاله مريم كيفاش تولت هذا الشيء تبارك الله عليها الشيء كيبان غزال ايوا انتوا كتشوفوا الحمد لله
وقدت كل شيء سيدي، ما عندي ما يتسلى. الحداقة تبارك الله، ما عندي ما نقول. كما كتشوفوا لاله مريم هي جبتها الدار قدامكم، وخا من تركه صبحت كانوا عندنا شي ضياف. حل وجهكم خوتي، الله يجيهم الخير. ورا صبحت الدنيا من قلوب، ورا شبدتها مسكينه وعاونتني هذا النهار. عندي نهار كبير هذا من نظرت لي بنيتي، والدعاء ديالكم وبيوت. الله يجعل ربي يحفظك بنيتي، والله يجعل ربي يشافيك ويشافي كل مريض. الله يحفظكم عليا العزاز الغاليين، وشكرا لكم بزاف، شكرا لكم بزاف. الله يخطيكم، الله يخلي لكم وليداتكم، الله يطول لي في عمركم. وشكرا لكم، ونطولوش عليكم. بالسلامه عليكم.